عمان، محلل أول أسواق مالية في إكويتي جروب، الأستاذ سركيز نزار. أهلا وسهلا بك معنا أستاذ سركيز. إذا بداية، ما هي التأثيرات المباشرة على أداء الدولار في بداية تعاملات هذا اليوم بعد موجة من التذبذبات وتحقيق مستويات جيدة؟ يعني مؤشر الدولار بقي عند مستويات 96 تقريبا. صباح الخير. بالفعل نشهد استقرار الدولار الأمريكي قريبا من المستويات المرتفعة التي تداول فيها خلال هذه السنة 2021، وهذا الأسبوع ينتظر المتداولون أحد أهم القرارات للبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إلى جانب إصدار الفيدرالي لتوقعاته الجديدة بالنسبة للاقتصاد والتضخم. الأسبوع الماضي وتحديدا يوم الجمعة صدرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين لتظهر بأن التضخم في الولايات المتحدة ارتفع إلى 6.8%، وهذا أعلى مستوى للتضخم منذ عام 1982. ونلاحظ بذلك بأن الفيدرالي الأمريكي ربما سيبدأ فعليا بالإشارة إلى مخاطر ارتفاع التضخم، وهذا يجعل التوقعات تشير إلى أن الفيدرالي قد يظهر قلقه من ارتفاع التضخم، وربما سيبدي تسريعا في وتيرة تقليصه للتحفيزات الاقتصادية. بالتالي يشهد الدولار الأمريكي استقرار قرب مستوياته المرتفعة ليضغط على العديد من العملات، منها اليورو ومنها أيضا الجنيه الاسترليني، وهذا مع انتظار القرار المنتظر صدوره يوم الأربعاء المقبل. نعم أستاذ سركيز، ماذا عن اليورو تحديدا بعد إعلان المركزي الأوروبي بإيقاف الحزمة المخصصة لمجابهة تداعيات أزمة كورونا في أوروبا وبقاء الحزمة الأساسية التي تدعم الاقتصاد؟ هذه الأنباء من المركزي الأوروبي كيف أثر على اليورو، وأيضا ما هو المتوقع فيما يتعلق بأسعار الفائدة هناك؟ الآن بالنسبة لليورو وتحديدا أمام العملة الخضراء الدولار الأمريكي، توقف الانخفاض في اليورو فعليا، لكن لو لاحظنا تداولات اليورو فهي قريبة من مستويات دولار و13 سنت، دولار و12 سنت لليورو الواحد، فنلاحظ بأن ما حصل هو توقف الانخفاض بالنسبة لليورو أمام الدولار، ويرجع ذلك بسبب توقعات أنه حتى لو أوقف البنك المركزي الأوروبي التحفيزات التابعة لجائحة كورونا فإنه يبقي على تحفيزات اقتصادية هائلة، ومن غير المتوقع حتى هذه اللحظة أن يقوم البنك المركزي الأوروبي برفع الفائدة في أي وقت قريب. بينما بالنسبة للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي فخلال النصف الأول من العام المقبل 2022 فمن المرجح أن يقوم برفع الفائدة، وبالتالي نلاحظ بأن ما يحصل على اليورو هو التوقف بموجات الانخفاض. نعم. ولا أستطيع أن أشير هنا إلى أنه بدأ بالارتفاع، وهذا ما يترك لنا الآن المجال للتفكير بأن بنك مركزي أوروبي لن يرفع الفائدة، احتياطي فيدرالي أمريكي من المرجح أن يرفع الفائدة، وهذا ما قد يبقي على الضغط الإجمالي على اليورو أمام الدولار. يعني نتوقع خلال تعاملات هذا الأسبوع تحديدا تقلبات لأسعار اليورو، أم سيبقى ضمن النطاق المحدد حاليا؟ يعني لن نشهد ارتفاع لأسعار اليورو تحديدا؟ الآن يجب أن نأخذ بعين الاعتبار بأننا خلال شهر كانون الأول في كل سنة تبدأ أحجام التداول بالانخفاض بشكل تدريجي، وذلك لأن العالم ينتظر موسم العطلات، وانخفاض أحجام التداول يعني على الأرجح حصول تذبذب، فهذا التذبذب ربما سيؤثر فعليا على تحركات اليورو مقابل الدولار لهذا الأسبوع. لكن أخذنا أيضا بالاعتبار انتظارنا لقرارات مهمة والتي أشرت إليها، منها قرار البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، فربما فعليا سوف نشهد تحركات، لكن أيضا بسبب انخفاض أحجام التداول قد تبقى ضمن نطاقات نوعا ما محدودة، دولار و12 سنت دولار و13 سنت قد تبقى هي المسيطرة على نطاقات تداول اليورو أمام الدولار. نعم أستاذ سركيس، ماذا عن العملات الأسيوية تحديدا بعد قضية إيفرغراند وأيضا المعلومات والمعطيات التي أثرت على الأسواق، أسواق الأسهم، هل تأثرت أيضا أسواق العملات في آسيا في هذا الموضوع؟ بالتأكيد هنالك تأثرات واضحة للعملات الأسيوية، وأذكر هنا على سبيل المثال للحصر اليوان الصيني، فهنالك أنباء أشارت إلى أن الحكومة الصينية تتوجه لإقرار حزم تحفيزية مالية خلال العام المقبل 2022، وهذا بعدما أظهر الاقتصاد الصيني وتيرة تباطؤ ملموسة عن المستويات التي عهدناها خلال النصف الأول من هذه السنة 2021. نعم. ومع الحزم التحفيزية
شهدنا ارتفاع في أسواق الأسهم لهذا اليوم في آسيا، انعكست أيضا على أداء العملات لينخفض قليلا اليوان الصيني أمام الدولار، وهذا الانخفاض هو تعبير للتوقعات مزيد من التدفقات النقدية بالصين قد تكون بمليارات اليوان، بل على مدى عام 2022 من غير المستبعد أن نشهد مبالغ طائلة لتحفيز الاقتصاد من جديد. نعم، محلل أول أسواق مالية في إيكويتي جروب الأستاذ سركيس نزار، شكرا لك على كل هذا الشرح الوافي.